أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا رسالة أو سؤال وصلنا من أحد الإخوة، يقول: يكثر مني وخصوصا في أيام الرحلات وعندما نذهب للاستراحات التعليق على أقربائي والمزاح والسخرية منهم وممن أمون عليهم، وحاولت أن أتخلص من ذلك لعلمي بأن قد ذلك يجرحهم، هل أواخذ على هذا المزح مع أنه بريئا؟ نعم، كثرة المزاح منهي عنها، المزاح القليل ولا يقول إلا حقا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، فالقليل من المزاح والذي ليس فيه كذب لا بأس به، لأن هذا من تطيب النفوس ومن المؤانسة. أما أن يكون مهنة الإنسان أنه مزاح وأنه يضحك الناس فهذا منهي عنه ولا يجوز. نعم.